النهارده زي ما احنا كده كلنا منتظرين الاهلاويه كلهم ويمكن مش بس الاهلاويه، يمكن ناس كتيره جدا بينتموا ليه يعني فرق ونوادي مختلفه، ولكن برضو بيشجعوا النهارده الاهلي، لان زي ما احنا بنتكلم برضو احنا بنتكلم عن مصر، فمش بنتكلم بس عن النادي الاهلي. فان شاء الله تبقى مباراه قويه وعندنا امل وعندنا اخبار كتيره خاصه بالموضوع. ربنا يصلح الحال، كلنا بنتطلع للقاء اليوم، مباراه ناريه تاريخيه ان شاء الله، نشوف من خلالها اداء استثنائي للنادي الاهلي يفرحنا ويرضينا، ونشوف من خلاله بقى ان في تصعيد كمان، وبنتكلم بعد كده على نهائي كاس العالم للانديه، مش بعيد على ربنا ولا على رجاله النادي الاهلي الحقيقه، لان طبعا عبر التاريخ النادي الاهلي طول عمره دايما في حته كده لوحده، سواء محليا او افريقيا، دائما ما يغرد النادي الاهلي منفردا، حاجه تخلينا بالفعل نشعر بالفخر وبالانتماء الشديد للنادي الاهلي اللي دايما ما بيلعبش غير مع الكبار. انا عايز اقول لحضراتكم بطبيعه الحال الملعب بيكون في عباره عن 11 لعيب قصاد 11 لعيب، ساعات في بعض الاحيان كما هو الحال في يعني بالنسبه لمباراه مصر الاهلي وبايرن ميونخ، بطبيعه الحال في فروقات اكيد في الامكانيات، لكن احنا عندنا الاهلاويه النهارده عندنا فيهم ثقه ملهاش اول من اخر، محدش فينا عنده ذره شك ان في لاعب واحد من النادي الاهلي هياثر في الملعب باي شكل من الاشكال، كل واحد عارف قيمه النادي اللي هو بينتمي ليه، كل واحد فيهم ان شاء الله هيعمل اقصى ما في وسعه عشان يدافع عن اسم وشرف النادي الاهلي. طبعا انا متفق معاك جدا يا كريم، الثقه كبيره في اللعيبه، وكمان بنتكلم في الجهاز الفني بقياده باتشو موسيماني، كلهم رجاله كلهم جاهزين، وهي دي الكوره زي ما بنقول، انت بتعمل اللي عليك وبتجتهد وبعد كده بقى بتسيب الموضوع لربنا وللتوفيق، بس النتيجه اكيد في الاول في الاخر طبعا يعني بتكون من عند ربنا. المهم زي ما انت قلت وزي ما احنا هنفضل نقول، ما حدش بيأثر، الحمد لله تاريخ الاهلي كمان لو هنرجع بقى كده بالتاريخ ونتكلم يعني تاريخه امام الكبار سواء في اوروبا هو مشرف جدا، كسبنا قبل كده البايرن ميونخ اكيد، وكان ده فتره السبعينيات وكان تحديدا سنه 77، وكسبنا ريال مدريد في مباراه القرن في حضور كان كوكبه وقتها من النجوم اللي خلينا نتكلم او اتكلمنا عن كل واحد فيهم، ده هو فريق لوحده، فما فيش حاجه مستحيله احنا نقدر عليها، وان شاء الله كمان احنا بنتكلم ان احنا كبار افريقيا، يعني مش عايزين اي حد يعتقد كده احنا عايزين نتيجه ما نخسرش كتير قدام البايرن، احنا ليه مستقلين بنفسنا، احنا كبار افريقيا وحققنا ده قبل كده، وبنتكلم ان الجهاز الفني ان شاء الله هيختار 11 راجل لهذه المباراة، وهنشوف مباراة حلوة، وتاني نرجع نقول بين الكبار، كبار أفريقيا أو كبير أفريقيا وكبير أوروبا. اللي مخلينا احنا يعني كمشجعين ومشاهدين عارفين كويس جدا مدى قوة البايرن ميونخ، فبطبيعة الحال الجهاز الفني أكيد للنادي الأهلي هو كمان عارف وبالتفصيل مدى قوة الفريق المنافس، وعارف إمكانيات كل لاعب فيه، وعارفين كويس قوي إن هم هيلاعبوا كبير أوروبا، وإن المباراة دي هتكون تاريخية بالمعنى الحرفي للكلمة، وطبعًا اللعيبة نفسهم يعني تم تهيئتهم نفسيًا وبدنيًا وفنيًا.